أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني، أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. صباح الخير وأهلا بيكي ومبروك الأوسكار. مبروك الأوسكار طبعا للمصري المهاجر رامي مالك، لكن خلينا نتكلم على إيه تفسيرك في أن حفلة الأوسكار السنة دي أو الأوسكارز السنة دي هي أقصر حفل أوسكارز واخدت 15 دقيقة بس؟ لا، هو كان في لغط كتير جدا على الحفلة خلال الفترة اللي فاتت، هل هيبقى في مقدم حفل ولا مفيش؟ تم ترشيح أكثر من اسم وتم الاعتذار. كان في كمان مشكلة خلال ال 48 ساعة أو ال 72 ساعة الأخيرة على ما يطلق عليه اللي هم قالوا جوائز الفواصل الإعلامية، اللي هم كانوا عايزين يختصروا جائزة أحسن تصوير وأحسن صوت وأحسن مكياج في تعلن في الجوائز في وقت الفواصل الإعلانية. بس ده حصل له معارضة. لما حصل مقاومة لهذا الموضوع واحتجاج كبير رجع الثاني، فالأوسكار كله يعني هو تم اختصاره بشكل ما، لكن على المستوى العام أعتقد أنه هو أفضل من الثلاث سنين اللي فاتوا. في نقطتين مهمين، اللي هي نقطة العنصرية الشديدة، لو نفتكر أنه هو من سنتين ثلاثة لما كانوا بيقولوا احنا في ليلة اكثر ناطعة البياض عشان ما كانش فيه مخرج او نجم او من هم خلف الكاميرا او امام الكاميرا اصحاب البشرة الحمراء. السنة اللي فاتت تحديدا كان الاوسكار اعتقد ان هو كان حلقة سياسية من الطراز الاول، فدي برضو كانت مشكلة. تم تدارك كل ده السنة دي، واعتقد ان الاوسكار السنة دي كان جيد. السنه دي بقى بيقولوا يا فندم انه الجوائز يمكن راحت او اتجه بشكل او باخر زي ما حضرتك بتقول لفكره القضايا الانسانيه، يعني جرين بوك بيتكلم بشكل او باخر على فكره العنصريه، وفي ترشيح لممثلين من اصول افريقيه طبعا زي بلاك بانثر وغيره، وايضا رامي مالك هو في النهايه بيجسد شخصيه مثلي الجنس بشكل او باخر. يعني لو بصيت للعموم هتلاقي انه في تركيز على فكره حقوق الانسان بشكل او باخر. هو في حاجه اساسيه قبل اي حاجه، عشان ترشح فيلم لازم يكون يحمل قضيه مهمه، وبعد كده تنفيذه عناصر تنفيذه تكون جيده. انا لو شفت مثلا فيلم ملحمه رابسي او بوهيميا رابسي، لو شفت هذا الفيلم هلاقي ان هو كان بيتكلم على ايه، فين الفريق كوين، كيف تكون، ثم في ذروه النصر بيجي الراجل اللي مكونه ده ويسيبه يمشي ويقول انا ايه هبتدي حياه جديده. هذا الفريق كان مؤثر بشكل كبير جدا في فتره السبعينات والثمانينات، عشان كده من الناس اللي حضرت الفيلم هتلاقي ان حبت المزيكا بشكل كبير، لان هي رجعتها للماضي. الشريحه اللي حبت الفيلم شريحه اكبر من ال 30 سنه اصلا. تمام، هلاقي ان عندي بعض الافلام زي جرين بوك، ما جرين بوك زي ما انت قلت في عنصريه وفي كل حاجه، ولكن هو بيتكلم على الراجل الكبير ده لما بيقوم لما خلاص حياته بتتعب وكلام من ده، مش عايز رفيق. هذا الرفيق قد يكون جيد وقد لا يكون، اذا هي قصه انسانيه. خلال الفتره اللي فاتت كان الافلام دي متوقعه، ليه؟ لان انا عندي قبلها في الجولدن جلوب اختار نفس الافلام او نفس الجوائز قريبه جدا، عندي كمان رابطه النقاد الامريكيين، عندي البافتا، عندي حاجات كثيره جدا كانت بتدفع دفع ناحيه هذه الجوائز بشكل ما. الخوف اللي احنا كنا خايفينه ان يحصل طرديه، بمعنى ان رامي مالك فاز بجائزه رابطه النقاد وجائزه الجولدن جلوب، فممكن يعني يقولوا طب كفايه الاوسكار، لكن الاوسكار انتصر للعنصر الفني بشكل اكبر. فعلى هذا الاساس تم ترشيحه، وهو يعتبر اول مصري واول عربي يفوز بجائزه الاوسكار، لان عمر الشريف فاز بالجولدن جلوب لكن لم يفز بالاوسكار. الفارق بقى الخناقه اللي احنا فيها بقالنا فتره، ان احنا هل رامي مالك مصري، هل هو امريكي، هل هو ايه. خلال الفتره اللي فاتت كان في خناقات كثيره جدا وموجوده على السوشيال ميديا، اعتقد ان هو حسمها، هو امريكي ومعتز باصوله المصريه وتمام يعني، وبيقولها في اكتر من مناسبه اصلا، فده عادي. هو اوريدي يعني هو كان رده قاطع، يعني صاحب الشان بيتكلم عن نفسه، هو اتكلم عن نفسه صحيح. وقال انا اعتز بان انا من ابوين مصريين راحوا الولايات المتحده وهكذا، وده احنا في الاول وفي الاخر احنا فرحانين لان من الاصول المصريه بنشوف
نجم بيفوز بالأوسكار. النقطة اللي اتكلمت فيها معها كانت نقطة مهمة جدا، ان مش كل الناس اللي سافرت بره نجحت. صحيح. اولا النجاح اولا واخيرا قرار من الانسان انه عايز ينجح فيقدر يمشي بشكل قوي. الحاجة الثانية زي نادين المساعدة والبيئة المساعدة. طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني.